جاهز؟ جاهز. يلا بينا يا سيدي. لما تروح هتعمل لماما الأكلة دي في البيت ولا لأ؟ هعمل. أيوة كده، يلا افتح. ما شاء الله. 6 من 6. ما عندناش 6 من 6، إحنا أعلى حاجة عندنا 5 من 5. 5 من 5. حلو يعني، عجبتك؟ ماشي يا سيدي. واللي بعده؟ هم يا هم يا هم. أجيب لك حتة صغننة. هم. يلا. 5 من 5. يا عم استنى بس عليا، ليه 5 من 5؟ حلوة. كده؟ حلوة. حلوة؟ ماشي. خد بالك الخمسين عادي بقت تخلص. فاضل آخر طبق. أنا مش هقول لك إيه؟ الفلفل؟ يلا؟ يا تديني فلفل؟ ايه ده؟ انت عرفت منين؟ يا عم لا 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 اوه. ابلع 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 ابلع، كاميرا كاميرا شايفانا، ابلع بس يا عم. تعمل ايه؟ ليه مش عاجباك؟ طب خلاص يا عم حقك عليا، خد دي. هم حلوة. حلوة؟ اديها كام من كام؟ 5 من 5. اخر كلام؟ انت عارف الطبق مين؟ سلام. تديله 5 من 5 ولا لا؟ اديله كام؟ 1. اخر كلام؟ يعني اديله كام دلوقتي؟ 1. عشان وطي صوتك ليه؟ ما حدش هيسمعك. على فكره انت قلت في الاول ان هي 5 من 5 وكانت عاجباك، وانا شايفك. لا انا قعدت اكلمك عن الاجتهاد، خليك منصف وعادل. قول له انا عادل. انا عادل. خلاص يبقى اديني الدرجه اللي استحقها. قول له انا عادل وياسين. انا عادل وياسين. لا عادل وياسين. عادل وياسين. طب لو سمحت ياسين ما تظلمنيش واديني الدرجه بتاعتي. 1. ماشي. ليه ليه؟ ليه ربنا يسامحك. لكن عشان تشوفك. ما كانش ما حدش هيشوفك غير انا قاعد بس. طب قول لي اديله 1 ولا 5؟ 1. طب 1 ليه؟ كده مش احنا اتصالحنا يا سيدي؟ نخسره وحشة؟ مش احنا اتصالحنا عملنا جيف مي 5؟ انا سامع صوت ورا. في صوت ورا. اتصالحنا وعملنا جيف مي 5، رجعت في كلامك ليه؟ كان عايز اديك فلوس؟ ها؟ خلاص؟ لا استنى بس لسه بنتكلم يا عم، لا اوعى تشيل حاجة، استنى بس، ارفع دماغك فوق. ايوه كده، شيل ايدك تحت. ايوه كده تحت. قول لي بقى كان عايز اديك فلوس ليه؟ تن وقت يمشينا من المسابقة. عايز يمشيك من المسابقة؟ وياخد هو كل حاجة في كرشه؟ ليه؟ واحنا نخسر؟ وجه دلوقتي تحت ايديك؟ نخسره؟ نديله كام؟ ارفع دماغك فوق. 1. 1؟ لا يا عم هديله 5 زي ما انت قلت الأول. لا 1. 1 آخر كلام؟ 1. ولو اديته 5 ايه اللي هيحصل؟ لا هزعل منك انت وهو. انا لا يا عم انا صاحبك. طب لو اديت 5 هزعل منك. لا يا عم انا هديله 1. معلش بقى يا صاحبي احنا هنا ما نقدرش نتكلم. 1. ماشي يا عم يا سيدي. كده كده احنا هنحط عليه انا وانت. ماشي. صح؟ طب يلا معلم تعالى. تعالى بقى عشان احنا نشوف هنعمل فيه ايه دلوقتي ونشوف هنعمل ايه باستلام زي ما انت. انا هساعدك استنى. واقف بقى قدام الكاميرا دي واعملها باي باي. استنى بس كده هنخلي دي، استنى بس هنخلي دي كمامه. ايوه كده ونعمل بقى. شايف انت شايف؟ انت مش شايف برضو؟ انت حظك وحش النهارده ليه؟ شايف الكاميرا دي؟ اهي شايفها؟ اهي اهي في نص ياض اهي شايفها؟ كان انت قلبت زورك كده ليه؟ كده باي على جوه اللي بعده. سبحان الله ربنا ده كبير قوي يا اسلام. شوف جابك منين لحد فين؟ الحمد لله يا باشا. شفت بقى انت كل تاريخك كله وصل لحد فين دلوقتي؟ انا لو الزمن رجع بيا مش هعمل كده تاني. طب ليه وصلت نفسك كده يا اسلام؟ الشيطان يا باشا. وانت كنت فين وقتها؟ كنت مع الشيطان. عقلك كان فين؟ عقلك كان فين؟ كنت مع الشيطان يا باشا. طب يلا بينا ندوق يا سيدي. ايش الكلام؟ يعني لو جالك تحت ايدك طبق ياسين هتعمل ايه؟ والله اديله 10 من 5. 10 من 5؟ نفسي يكسب قوي. 10 من 5؟ تأكد من الرقم. نفسي يكسب عشان الدرس يعني يكمل. عشان يكمل؟ ماشي. طب يلا يا باشا تعالى قرب. بسم الله الرحمن الرحيم. على مهلك. انت بتحب تاكل مع مكرونه ايه؟
بحب اكل معاها كبده وبحب اكل معاها كفته. كفته انت زي ياسين بقى. ممكن بانيه كمان. ماشي كام؟ خمسه. خمسه عشان الملح مظبوط قوي. والله والله بتاعت ياسين. والله برافو عليك. احنا لسه بنقول يا هادي. الحمد لله. اللي بعده؟ ربنا مع الواد ده. ده عسل. شربات موتني من الضحك وانا. ربنا يحفظه يا رب المصري. ان شاء الله عليه فعلا. لازم لازم يعني يمس ولازم يشوفه كتير الفتره الجايه ان شاء الله. بسم الله. اتفضل تعالى. هم يا جمل. ايه بس كده؟ دي مالحه قوي. مالحه قوي بجد؟ والله اكيد. ماشي كام يعني؟ لا دي اديها. عندنا واحد وعندنا ثلاثه وعندنا خمسه. ثلاثه. ثلاثه. قلبك رحيم. ماشي اللي بعده. أم يا جمل. ايوه ماشي. وحشه قوي والله. وحشه قوي ليه؟ وحشه قوي ليه؟ مسكره. مسكره؟ لا ده فلفل الوان يعني. دو تاني. لا 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 تلاتة برضه. طب استنى عشان بس ما نظلمش حد يا عم. شكلها بتاعتي اصلا. لا لا هندوق تاني. يلا هم يا جمل. معلش معنى دي اللي بارده. الباقي سخن. والباقي كله سخن؟ والله نصيبك ورزقك بقى. ثلاثة. ثلاثة برضه؟ شكلها بتاعتي. والله. ومع ان هم منك ارقام اعلى. بس هو نصيبك بقى. فاضل اخر واحدة؟ ما ازاي عملتها وحشة كده؟ ده العلم اديك ارقام اكتر من اللي انت اديتها. يلا بسم الله. دي بتاعتي برضه. ما هي فيها خفيفة. والله ما بتاعتك. دي زي بتاعتك. زي بتاعتك. حاضر ماشي. ممكن تكون بتاع الكرمة لان انا اللي حطيت لها ملح. انت شايف ولا ايه؟ لا مش شايف. بس طيب. عشان انا اللي حطيت لك كرمة الملح. طب هنديها كام؟ مالهاش دعوة. مالهاش ذنب بقى البنت. هتسقط سقط نفسك. هديها خمسة. هديها خمسة؟ اكيد؟ ماشي. شيل عينيك. بس هقول لك ليه بقى. شيل عينيك. طيب عارف لما بتاكل حاجة مالحة وبعد كده تاكل ملح قليل قوي؟ تحس انه دلع. بس انا عادة ما بحبش الملح كتير في الاكل لانه مش هيلثي. وغير كده كمان انت عشان تعرف تستطعم طعم كل طبق لازم تشرب ميه في النص كمان. لا مش بس كده. كتر البهارات والملح والحركات دي كلها بتخليك بتدوق حاجه حلوه او حاجه مشطشطه او حاجه طعمها حلو. بس بتنسيك في بعض الاحيان يعني طعم الحاجه نفسها. تنسيك طعم الكبده، طعم المكرونه، طعم الخضار. فانت برضو لما تيجي تاكل حاجه بتوصل الملح بتاعك والبهارات. أيوة. عشان تاكل وتستطعم. صح. ويبقى برضو على السفره عندك فيه ملح وفي فلفل. حب تزود حب تنقص بايديك. فدي الجزئيه دي اكيد يعني كلنا متفقين عليها. سيبك انت من كل الحاجات دي بقى. انت العسل. انت منورنا. الله يخليك. والله العظيم انا ما اعرفش اتكلم معاك. بحبك جدا والله. ما اعرف اتكلم معاك في الحلقه. انت عارف طبعا الاولاد. ياسين كان خد كل وقتي. ده ياسين ده عسل. عسل ياسين بجد. انا مبسوط منك النهارده انك انت عملت اكل حلو ولسه كمان هقوم ادوق دلوقتي. ماشي. ايه رايك نطلع فاصل من هنا ونقوم ندوق كمان شويه؟ يلا بينا. نطلع فاصل صغير جدا مع اصغر شيف. يلا بينا.